مرحبا، اسمي أيمن، أدرس بالثانوية الإعدادية الإمام مالك. نتواجد الآن في ساحة الاستقبال بمدينة تيزنيت، وسنأخذكم في زيارة قصيرة داخل هذه الفقاعة أمامنا لنكتشفها معا. إن كنتم من الشباب أو أقل سنا، إن كنتم فنانين أو مجرد هواة ولديكم الرغبة في فهم أدوات إبداع الصوتي والمرئي، ومهتمون بمعرفة المزيد عن خرائط الفيديو والواقع الافتراضي والمعالجة الإلكترونية واستعمال طابعات ثلاثية الأبعاد، فإن المشروع الثقافي أو لوجو أو بدون شعار سيهمكم. Now it's the rehearsal. We are testing the technique, the sound. If you want to see the performances by night, it's interesting. You have all the visual, the mapping. I want to start. From 8 to 10. And also tomorrow. When will we watch? From there? Okay. Oh, inside. You go inside. It's inside. During the show, yeah, yeah. It's inside. Oh, nice. There will be a lot of people come. Oh. How can you? They already came yesterday. We had like 300 people and we are managing the flow. That's a good one. Thank you. Thank you. تم إطلاق مشروع بدون شعار No Logo عام 2018 من قبل جمعية إيكو إلكتريك في تونس، وقد عبر 7 مدن في تونس وواحدة في فرنسا. بدون شعار No Logo هو مشروع يهدف إلى النهوض بالمجال الفني والثقافي، ويعمل على تطوير أنشطة التعاون مع المؤسسات التربوية والفنانين وسكان الجهات. يتم تقديم المشروع الذي يعتمد على مبدأ اللامركزية والتنقل من مكان إلى آخر من خلال التمركز في الفضاءات العامة للجمهور تحت هيكل قابل للنفخ. ويتخذ هذا المشروع من بالونة كبيرة فضاء لتنظيم ورشات تكوينية في المجال الفني والرقمي والتكنولوجي. يتم تنشيط الورشات من طرف فريق شاب متعدد الاختصاصات داخل بالونة، وهناك أنشطة الفضاء المغلق وأخرى في الفضاء المفتوح. كما تعتمد فكرة المشروع على عنصر التنقل وعنصر الوقت القصير. تمنح تجربة البالونة للمشاركين فرصة الانغماس التام لتشكيلة إبداعية مدهشة، حيث يمكن أن تلتقي الموسيقى مع العروض الفنية والفنون التشكيلية وأشكال أخرى من التعابير الإبداعية.